السلام عليكم، انا موين هاد الوليده مساكن، كنسكن في دوار دردره اقليم تاونات. انا اللي كاينه بهاد الوليدات رب. هاديك غزلان كيجوني الدموع، هاديك غزلان عندها 38 عام. وهادي 35، وهذا عنده سليمة عندها 35، طارق عنده 27، 28، 29، أما قارية وهادي مسكينة عندها 18 عام. المهم هزيت المسؤولية صعبت عليا. مات مسكينة هادي 11 عام باش مات، با مات مسكين كيفكر فيهم بزاف، كيقول لك انا الدراري واخا نكون في قبري ما مرتاحش من الجهه ديالهم، واخا خوتهم ما كيدوزوهم شاي، محتاجين بزاف خوتهم مساكن، هما غير خدمه النهار، ماشي شي خدمه مرسمه ولا باش الامكانيات باش 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 يكونوا بهم. والظروف صعبت عليا بزاف، صعبت عليا هاد الدراري، ولات كنفكر فيهم بزاف. من الناس وليت في الليل ما كنعش، كيطر لي الناس في الليل حتى الصباح، قيل الفايقة في تمارة كنسرين، إلا مشيت نسرح كنديهم معايا، أنا بنات كنخاف عليهم كنحضيهم كيباتوا معايا. هذا إلا ما نعش معايا ما كينعش، كياكل الحيط، كياكل التراب كنحضيه، كيكرط من الحيط التراب وكياكل، كلهم ساكن كيباتوا معايا. إلا هادي مسكينة مازال كتفزق. لا والو ما كاينش، كاي كنديتهم جوج المرات للجمعيه، في مره طلعناهم لتاونات، كيقول لك سيري تنعيطوا لك، طلبوا لنا شواهد الطبيب ديالهم، درنا شهاده الطبيب، درنا تصورناهم، درنا لهم التصاور ديالهم، صيفط دفعنا، كيقول لك سيري صافي تنعيطوا لك. جمعت لهم ورقه، جمعت لهم ورقات بثمن، وانا ما عنديش حتى باش نجمع داك الوراق باش تدي لهم كورسه تديهم، راه انت شت المواصلات راه خصك 4000 ولا 5000 في الكورسه باش تديهم وباش تجيبهم، وكيدوخو مساكن، وديتهم للطبيب دعين عيشه، وخداو الشواهد الطبيب، وطلعتهم من التاونات، سيري تنعيطوا لك. والو ما طويت حتى حاجه، لا هضره لا تليفون لا تقول. عندهم لا كارطه ديالهم، ديتو جات واحد الجمعيه لولاد داود فين كنا نمشيو ناخذ الورق ديالنا، تما باش صوبت لهم الكارطه ديالهم، هي تما باش خديتهم بثلاثه بهم، ديناهم تما صوبنا لهم لاكارط. هادي مازال مسكينه هادي اميمه، مازال ما صوبتلاش لاكارط ديالها، ما ساعدتش الظروف، مع طريق صعيب، الا خطاني هاد الولد هذا يضربني، الا مشيت نغوت عليه يضربني، يقدلوش الا خطاني هاد الوليد هذا، مسكين ما كيضايف، ما كيمشي الفاس، ما كيتسارى، قبل خوتو ولي مقابل خوتو، انا معذبه هكا داير له هادو، قال له هذا عهد الله، انا نجوع وهما يتغداو، انا نتعرى وهما يلبسوا، تيديروني تحت التراب ولا نديرهم انا ولا تلف لي وخرج من هاد، من خرج وغيخرج حدا في لقيتو ولاد داود، في قالت لك هادي ملي كنبغيو ناخذ شي ورقه تم، كيخرج لي تما الشنطه وكضربو حط الطوموبيل، ضرباتو سمحوا فيه تما، مرمي حاشاك بحال شي قانع وهرب. جا شي واحد مع الصدفه، ما عرفو عيطوا للجندار، هزوه داوه عند الجدرميه، داوه طلعوا لتاونات، عاد حنا كنقلبوا هنا، ما خلينا حتى قلنا طاح في شي بير، كنقلبوا مع قبل مور هذا الشيء، مع العصر، مور العصر دايطوا الولد، قالوا له خوك راه في عند الجندار، جيب الحاله المدنيه واجي، دينا الحاله المدنيه، مشيت انا وياه، شدوني الجدرميه كيبحثوا فيا واش كتحضيه، واش قلت له سيدي هضر، هذيك بيده ديالي، هذا شت هادو هكا هاد الصبيح هذا، ما نحملوش اللي يطير منهم، ماشي نحمل به هو كله يمشي، مني ما غنحضيهش، علاش نخليه انا يمشي هو راجل تكبرته،
تكبرت انا 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 هزيت عليهم الحاره والحلوه باش كبرتو، دابا غنطلقونا بشي موت لي في الشانطي. ما يمكنش، كلفلت لي هرب. هذا باش اخوه باش يحرط هو عند، قال له سير للدار. عم بالرجال بدات الشتا شويه كطيح، عند الرجال الدار هو خرج لنا على نيش. ايوا صافي كتبوا لي. قال لي ولا، قلت له انا الا لقيت هذا الانسان اللي دار له هذه الحاله غير كيهزو جابو للطبيب انا كسامحت له، انا ما غنتبعوش والله ما نتبعو. وكجا اعتذر لي وقال لي سمحي لي انا ما شفتوش ولا الغلط ديالو ولا هذا، غير كيهزو داه للطبيب. انا انا كسامحت له والله حتى كسامحت له، انا كما تبعتوش نهائيا، انا حقي عند الله. ما عمري سديت على شي واحد، ما مطلوقين ضاحكين كينشطوا مع ولاد الوليدات الدور الحمد لله، حتى واحد ما كياديه حتى واحد ما كي، الحمد لله عشت معهم اللهم لك الحمد. ما عمري سديت عليا بس ما نقدرش غير هو صعيب بزاف، كيدير الشغب انك كيخرج مع الولاد كيشوف حتى هو دابا بدا كيعرف خصو التليفون خصو، مشيت شرينا له داك الموسيقى اللي كت هي درنا مشكله، بقى شفنا كي كنديروا سارجيوها بدا ما بقاش كيحيد حدا الضو، كيمشي سارجي خفت باش يمشي يقتلوا الضو، حيت له داك الموسيقى حيتها له والله. قلت الله ما يبقى بلاش خير ما يموت لي بالضو، خير ما يموت لي بالضو. دابا كيبغي التليفون هكا يتفرج، كيبغي المهم فراجه، كيبغي العراس، كيبغي فيما سمع الحديد الطوموبيلات ميتا ولا التراكتور كيحرات ولا شي حاجه خصو يتبعو. الوليدات عندهم نفس المرض، من نهار اللي كيخلاقو كنت كنعرف المريض من الصحيح، نهار اللي كيخلاقو كنعرف اللي مريض واللي صحيح. ملي كانت كتخلق لي بنيتات الاولى كتخلق لهم هاد الملغيغه هادو ما عندهمش، هادي اللي كتكون باش كتعطيهم الاكسجين لداخل ما عندهمش. ملي كانوا كيخلقوا لي الوليدات اللي صحاح كنعرفهم داك الملغيغه كتكون عندهم. عندي 10 اربعه هما مساكن مرض، 6 فيهم 3 الوليدات 3 البنيتات صحاح مساكن. انت كتشوف الا ما عطيتهمش ياكلوا ما ياكلوش، فيما كنت غايبه خصني نكون حاضره باش نعطيهم ياكلوا. يعني باش يهزوهم ياكلوا؟ لا ما يعرفوش، ولا ما صبنت لهمش ما يصبنوش، ولا ما دوشت لهمش ما يدوشوش. كندوش لهم كان هذا كان ما كانش خوه كاين كندير له الشرط وكندوش له انا ولا اختو ولا هو مقبيله وانا مقبيله، هو مدور وانا مدور، هو كنيته نحاس وانا كنيتي حبوش، ماني لا مع عائلته لا موالو. انا بعيد على عائله، بعيد بزاف ماشي من العائله ديالنا. السنة المساكن مشاو لهم دابا، ها انت غير خصك دير لهم الحريره ولا التشيشه ولا داكشي باش يلايو يشبعوا لي شعريه ولا طعام ولا، والخبز خصني نعجن كل نهار سخونه ما يقدوش ياكلوها، لا بقات يابسه ديال ما يبقى ما ياكلوهاش ما يقدوش عليه. طاحوا لهم السنات ديالهم مساكن، مشاو لهم السنات ديالهم، ها انت هذه صغيره عندها غير 18 عام الدريسات مشاو لها مساكن دغيا مشاو لهم السنينات. ايوا كنتمنوا من المحسنين اللي في قلبو الرحمه واللي بغى يدير الخير في هاد الوليدات، راه دايزه فيهم راهم مساكن الحاله حالة الله، الفلاحه والجفاف كل عام الفلاح راه مسكين ديما ضايع. ما كنتشرطش اللي قدروا عليها يعاونوا هاد الوليدات جودهم المحسنين زعما الله يجزيهم بخير، ماشي انا كنتشرط باش نطلب الطلب ديالي باش نتخير انا اللي طلق الله على يديهم. شي حاجه اللي يعيشوا فيها هاد الوليدات ما بقاوش مساكن، ما بقاوش كيعاني وانا ما بقى لهمش، فهمت؟ انا ما غاديش نبقى لهم ديما، هذاك غيتجوج غيدي بنت الناس، هذا مجوج هو جابنا الله بنت الناس هي الحمد لله اللهم لك الحمد، هي مازال احنا من المؤمن. الاخر غيتجوج البنيت عن ولد الناس، واش البنت غتهز اختها؟ لا راه الولد ما كيهزهمش وليدي صحاح ماشي الامراض، ولكن الحمد لله انا مع وليداتي اللهم لك الحمد الحمد لله.